السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترغب في أن تقع بياناتك الشخصية الهامة ومحتوياتك الرقمية الثمينة في يد شخص آخر؟ أنت بالتأكيد لا ترغب في ذلك، لذا قبل أن تشرع في عملية بيع هاتفك أو الاستغناء عنه لشخص آخر، فكر أكثر من مرة في كيفية تجنب المشكلات المحتملة. لذلك نقدم لك هذه الخطوات لتتمكن من الاستغناء عن هاتفك القديم سواء كان أندرويد أو آي أو إس وأنت مرتاح البال. أول هذه الخطوات الهامة هي الحصول على جهات الاتصال، وبفضل استخدام نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد للخوادم الشبكية والسحابية، فإن عملية تخزين واستعادة المعلومات الشخصية الأساسية كجهات الاتصال وأحداث التقويم على سبيل المثال أصبحت أمراً سهلاً جداً. ولكن يجب عليك التأكد أولاً أن معلوماتك الأخيرة تمت مزامنتها حديثاً مع حسابك على جوجل أو آي كلاود، وبعد ذلك فإن عملية استعادة البيانات ستكون بسيطة جداً، وذلك بمجرد تسجيل بيانات حسابك بهاتفك الجديد. وكذلك أخذ نسخة احتياطية من تطبيقاتك وبياناتك. إن عملية نقل تطبيقاتك المحببة ومعلومات المستخدم المرتبطة بها دائما ما تكون تحتاج للعديد من الخطوات، لكن في هذه الأيام تقوم كل من شركتي أبل وجوجل بتسهيل الأمر كثيرا. فإذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد مارشميلو أو نسخة أحدث، يمكنك أخذ نسخة احتياطية من معلومات تطبيق معين، حيث يمكنك الوصول إلى هذا الخيار في نفس القائمة الخاصة بأخذ نسخة احتياطية من جهات الاتصال أو التقويم. أما بالنسبة لنظام التشغيل آي أو إس، فإن إنشاء نسخة كاملة من التطبيق الموجود على هاتفك هو أمر أسهل بكثير. كل ما تحتاجه هو حساب شخصي مع تطبيق آي تونز. كذلك من الخطوات الهامة نقل الصور والفيديوهات. إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد، قم بتوصيل الهاتف بالحاسب الشخصي باستخدام مدخل USB. وبمجرد ظهور الهاتف في مستكشف الملفات الخاص بالحاسب، اذهب إلى مجلدات الكاميرا، غالبا ما يطلق عليه اسم DCIM بهواتف أندرويد، ثم قم بنقل هذا المجلد إلى حاسوبك. أما إذا كنت تمتلك حاسب ماك وهاتف أندرويد، قم بتنزيل برنامج أندرويد فايل ترانسفير لكي تقوم بنقل المحتويات. أما بخصوص هواتف آي أو إس، فهي تستخدم طريقة مشابهة ولكن من خلال تطبيق آي تونز بدلا من ذلك. ومن أهم الخطوات على الإطلاق، تأكد من حذف كل شيء. إن كل الهواتف سواء هواتف آيفون أو هواتف أندرويد تتيح إمكانية استعادة ضبط المصنع، فهي طريقة لحذف ذاكرة الهاتف الداخلية من التطبيقات المثبتة والصور ومقاطع الفيديو وحسابات البريد الإلكتروني والحسابات الشخصية وأي شيء آخر، بل ويمكنك أيضا حذف أي بيانات موجودة ببطاقة الذاكرة الخارجية الموجودة بالهاتف. ولكن لحذف هذه البيانات نهائيا، تأكد من تفعيل خاصية تشفير البيانات إن لم تكن فعالة من قبل، وبعد ذلك يمكنك إعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع بحيث يتعذر على المالك الجديد للجهاز قراءة أي بيانات. أما إذا كان الهاتف الذكي لا يدعم وظيفة تشفير البيانات، فإنه يجب حذف البيانات أولاً ثم إعادة ملء الذاكرة كاملة من خلال تشغيل الكاميرا على وضع تسجيل الفيديو، مع مراعاة عدم التطرق إلى أي حوارات خاصة أثناء التسجيل حتى لا يظهر الصوت في مقطع الفيديو. وبعد ذلك يتم إفراغ الذاكرة مجددا وإعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع مرة أخرى. بذلك وصلنا إلى النهاية، لكن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم على طيب المشاهدة، ودمتم في أمان الله ورعايته.